بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. الظاهر غالبا ما يكذب، والأشياء في حقيقتها غالبا ما تبدو شيء آخر. أحيانا الحقيقة تبقى عكس الظاهر. بنشوف أمثلة كثيرة من هذا التناقض. بنشوف الشمس بتدور حوالين الأرض، لكن الحقيقة أن الأرض هي اللي بتدور حوالين الشمس. بنشوف القمر والأرض بنشوف القمر يبدو في السماء أكبر النجوم، مع أنه في الحقيقة أصغر منها جميعا. بنشوف في الصحراء المية في عمق الصحراء عن البعد، وبنشوف ظلال النخيل منعكسة على الرمل كما لو كانت مية، ولما نقرب ما نلاقيش غير الرمل، سراب. بنسمع كلمة الحب ونشوف المودة في العيون وفي الوجوه، بينما الخنجر مستخبي تحت الإهاب. الظاهر غالبا ما يكذب، والأشياء في حقيقتها غالبا ما تبدو شيء آخر. نفس الحكاية في المادة. المادة سواء كانت حديد أو نحاس أو خشب أو صخر أو تلج، تبدو لنا في الظاهر شيء متدامج متلاحم صلب أصم، لكن في الحقيقة غير كده. المادة في الحقيقة خلى هو فضى بتعوم فيه جزيئات، بتعوم فيه جزيئات في حالة حركة. إذا كانت الحركة سريعة جدا تبقى المادة غازية، إذا كان حركة الجزيئات أقل سرعة تبقى المادة سائلة، إذا كان حركة الجزيئات بطيئة تبقى المادة صلبة. يبقى كأن الصلابة والسيولة والغازية هي في الواقع مردها إلى حركة الجزيئات، هل هي سريعة أم متوسطة أم بطيئة. إنما المادة في ذاتها زي ما قلنا عبارة عن خلا فضاء رحيب جدا وبتعوم فيه الجزيئات دي. لكن كمان الجزيئات مفككة إلى ذرات، وكمان الذرة هي نفسها خلا هو فضى. الذرة أشبه بملعب كورة فاضي، في الوسط كرة قدم هي النواة، وعلى أطراف الملعب كرات بينج بونج صغيرة هي الإلكترونات. وبالرغم من اتساع الملعب وبالرغم من فراغه ما فيهوش حاجة غير نواة في النص عبارة عن كرة قدم، وعلى آخر على طرف الملعب كرات بينج بونج صغيرة خالص، مع كده محتويات الذرة ماسكة بعضها بالقوة، قوة الجذب الكهربائي، لأن البروتونات في النواة موجبة والإلكترونات سالبة. الإلكترونات وزنها بسيط جدا، يعني وزن الذرة 99% و9 من وزن الذرة عبارة عن نواة، والإلكترونات 1 على 1000 من الوزن الذرة، 1800 إلكترون يساوي في الوزن بروتون واحد. كانت زمان الفكرة إن نظام الذرة أشبه بالشمس والكواكب، في الوسط النواة وبتدور حواليها الإلكترونات تمام زي الكواكب حوالين الشمس، لكن اتضح أن الفكرة دي ساذجة جدا. اللي بيحصل شيء أعقد وأعجب من كده. اتضح أن حركات الإلكترون من السرعة سريعة جدا جدا، لدرجة أن ممكن نتصور وجوده في أكثر من مكان في وقت واحد. أصبح كل اللي نقدر نتصوره عن الإلكترون أنه هو سحابة من الاحتمالات،
من فرط سرعته ممكن نتصوره في أكثر من مكان، فأصبح لما نيجي نرسم مكانه هيبقى سحابة من الاحتمالات. الإلكترون بيشكل سحابة حوالين النواة، السحابة دي بتتغير من وقت إلى آخر وبتغير شكلها بناء على التوازن الطاقة اللي جوه الذرة. يعني الذرة ممكن تمتص شحنة، إذا امتصت شحنة يختل التوازن ونبص نلاقي إلكترون غير الفلك بتاعه وغير دورانه والسحابة بقت شكل تاني. إذا امتص شحنة تانية تغير شكل السحابة، رقصات بلي غريبة جدا جوه الذرة، والإلكترون عمال يغير في المجالات والأفلاك اللي بيدور فيها حسب ما بتستقبل الذرة من شحنات وتمتصها. الذرة أيضا ممكن تدي، يعني الذرة ممكن تدي شحنة، وده اللي بيسموه تهييج الذرة. ممكن نهيج الذرة بالحرارة والتسخين فالذرة تدي شحنة على شكل ضوء طيف مثلا، وكل عنصر له طيف معين. يعني تسخن الصوديوم يديك طيف أصفر، تسخن النحاس يديك طيف أخضر، تسخن البوتاسيوم يديك طيف بنفسجي. وبناء عليه بنقدر لما نستقبل أشعة الشمس ونحلل الطيف نعرف الشمس فيها العناصر الفلانية، بوتاسيوم كالسيوم صوديوم نحاس، من ألوان الطيف وخطوط الطيف اللي جوه شعاع الشمس. لكن الذرة باستمرار في حالة ديناميكية، ممكن تاخد شحنة وممكن تدي شحنة، ممكن تاخد ضوء وتمتص، ممكن تدي ضوء بأطياف معينة حسب الذرة ونوع العنصر هي الذرة. حاجة تانية انهم اخيرا قدروا ينسفوا النواة بتاع الذرة، كمان دخلوا جوه الذرة ونسفوا النواة، واتضح ان النواة برضو مفككة وإنها بتتكون من أجزاء صغيرة اللي هي البروتون والنيوترون، وأجزاء أصغر كمان، حاجات كيانات مادية صغيرة أو فتافيت. الفتافيت دي تولد وتفنى وعمرها ما يزيدش عن واحد على مليون من الثانية، ويسموها بأسماء عجيبة مختلفة، قال لك ميزون وبايا ميزون وهيبرون ونيوترينو وأنتي نيوترينو وبوزيترون، كل دي فتافيت جوه نواة الذرة. حكاية بقى عالم كبير. وبعدين يعني عشان تاخدوا فكرة عن المسألة الخرافية دي، الفتافيت الصغيرة، ناخد مثال مثلا النيوترينو ده، يقول لك فتفوتة من الصغر ان كتلتها صفر وشحنتها صفر. يعني تصوروا الحكاية دي، فتفوتة مادية موجودة في نواة الذرة كتلتها صفر وشحنتها صفر، ومع كده القوة الاختراقية بتاعتها رهيبة وسرعتها رهيبة، تكاد تكون قريبة من سرعة الضوء، ولدرجة انها ممكن تخترق الكرة الارضية، تخش من ناحية وتطلع من ناحية في لا زمان. ادي حاجة اسمها النيوترينو، ايه ده شيطان، حاجة شيء، وفتفوتة كتلتها صفر شحنتها صفر، احد الفتافيت اللي هي من مكونات نواة الذرة. يبقى اذا نواة الذرة اتفكت هي كمان الى فتافيت. اخر صيحة عملوها انهم حاولوا ينسفوا النواة بقذيفة دقيقة جدا، اصل كل ما نصغر القذيفة ونكبر سرعة القذيفة ممكن نقدر نوصل الى نسف اكبر. فاخيرا قدروا ينسفوا النواة بقذيفة صغيرة جدا ودقيقة جدا، فقدروا يوصلوا الى احد الفتافيت الجديدة. الفتفوتة دي سموها كوارك، سموها كوارك، قال لك دي أصغر فتفوتة في الذرة وفي المادة على الإطلاق، وآخر نظرية في العلم الطبيعة إن كل شيء مبني من الكواركات دي. إحنا زمان كنا بنقول كل شيء مبني من جزيئات، وبعدين نتقدم العلم شوية قال كل شيء مبني من الذرات، وبعدين قالوا الذرة دي إلكترون وبروتون إلى آخره، إنما آخر صيحة إن الحكاية اتحلت، فضلت تتحل لغاية ما وصلت إلى الطوبة النهائية، أصغر فتفوتة في الذرة سموها كوارك، وبيقولوا ان هي دي اللي اتبنى منه، اللي اتبنى منها المواد جميعها والكون كله، الكوارك ده. ازاي بقى؟ يقول لك حاجات غريبه قوي، يقول لك قال ايه عشان نعمل نيوترون ناخد اب كلارك وداون كلارك، ده اب كوارك وداون كوارك على بعض يتحزموا في بعض ويعملوا مش عارف نيوترون، نعمل مثلا ليفت كوارك و و و و و و كوارك
يميني وكوارك شمالي يعملوا مع بعض مثلا نيوترون بالشكل ده، يعني كلهم بيلبسوا الكواركات في بعضها فيكونوا كل اجزاء الذره وبالتالي كل اجزاء الماده، حلوا كل الماده وفككوها لغايه ما وصلوا الى اصغر وحده، وقالوا من الوحده دي بتتركب كل شيء. مساله انهم ينشنوا على نواه الذره وينسفوها دي لوحدها حاجه غريبه. يعني انتوا تتساءلوا طب ازاي؟ يعني الواحد جايز ينشن على عصفره، ممكن ينشن على هدف مش عارف ايه في الرمايه وعلى طبق طائر بتاع حاجات بالشكل ده، انما ينشن على نواه الذره بينما احنا ما بنشوفش الذره خالص، فازاي تنشن على نواه الذره كمان؟ فهي ده بقى ازاي بيعملوها في الاجهزه الكبيره اللي اسمها المفاعلات. انتوا بتقروا في الاخبار ولا الاهرام تفتحوا اول صفحه وقت مفاعل ذري مش عارف جاي من امريكا وهيركبوه فين، اهو ده المفاعل الذري شغلته ان هو ينسف النواه ويورينا الاجزاء اللي هي بتاعه النواه الذريه. ايه بقى المفاعل الذري؟ عشان تاخدوا فكره مبسطه عنه، المفاعل الذري عباره عن مبنى بياخد كذا فدان، والمبنى الكبير ده هو فيه قناه بطول عده كيلومترات، القناه دي يمشوا فيها حزمة من الإلكترونات ويفضلوا يهيجوها ويعجلوها عن طريق مطارق مغناطيسية، يعني مش شاكوش كده زي اللي لا، مطرقة مغناطيسية يعني بالقوة المغناطيسية يفضلوا يعجلوا ويهيجوا الحزمة الإلكترونات، يفضلوا يعجلوها وهي في نفس الوقت طول الوقت عمالة ماشية في الأناية دي اللي هي طولها كذا كيلومتر، حزمة الإلكترونات ماشية بسرعة عمالة تلف تلف تلف، كل مرة يطلقوا عليها المطرقة المغناطيسية فتزود السرعة، تظلوا يعجلوا يعجلوا يعجلوا، يعني عشان كده يسموها المعجلات أكسلريتور، يفضلوا يعجلوا فيها لغاية ما توصل لأقصى سرعة وبعدين يوجهوها على طول على قلب الذرة. فطبعا القذائف، تصوروا قذائف إلكترونات، حاجات ما تشوفهاش، انت بتضرب حاجة ما تشوفهاش، تضربها بحاجة ما تشوفهاش، حاجة خرافية كده أسطورية. فتكون النتيجة إن الإلكترونات اللي تصادف النواة بتنسفها. آخر صيحة اللي عملوها واكتشفوا بها الكوارك، عملوا قذيفة غريبة، إنهم جابوا فتافيت 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 الفتافيت اللي هي اسمها باياميزون، وعملوا منها حزمة وبرضو بطريقة المعجلات دي كلها، أطلقوها على هيدروجين سائل في درجة حرارة 400 تحت الصفر الفهرنهايت. فكانت النتيجة ان كل ما كانت حزمة البياميزون تضرب نواة من انوية الهيدروجين تطلع سلسول فقاقيع كده زي لما بنشوفه لما نيجي نشرب صودا مثلا. ففي كاميرا بتصور وعالي الكتروني بيحسب، ومن الفقاقيع اللي بتطلع بتتصور بيعرفوا ايه اللي انضرب جوه نواة الذرة. هي مسائل كلها بتتعرف بقى بالكمبيوتر وبالالكتروفوتوغرافي، عملية دقيقة جدا، يعني العلم تطور لدرجة ان هو يهاجم قلب الذرة ويقذفها بقذيفة، لا هو شايف قلب الذرة ولا القذيفة اللي هو قذف بها الذرة شايفها، بيضرب شيء مش شايفه، بيضربه بحاجة مش شايفها، لكن النتائج هي اللي بتتسجل على كمبيوتر وعلى شاشات الاستقبال وكده، وبيعرفهم ان اتضرب شيء فلاني نتج عنه كذا يبقى اللي انضرب كذا، حاجات كلها بالمعادلات والحسابات. يفضلوا يحسبوا يحسبوا ويستنتجوا ويقولوا لا ده المرة دي انضرب شيء جديد، ده اسمه كوارك، العزم بتاعه كذا، القوة الحركة كذا، بيستنتجوا ان دي حاجة جديدة خالص ما كانتش معروفة، وبيقدروا يعرفوا فكرة عن كتلتها وسرعتها وإلى آخره. فبالطريقة دي فضلوا يحسبوا لغاية ما قالوا ان أصغر شيء وصلنا إليه في علم المادة هو كوارك. ايه بقى الكوارك ده؟ ما فيش تقول تسألهم ايه كوارك يقول لك ما هو ده تموج، يعني ده حزمة من الأمواج، تموج، نوع من التموج، ما يعرفوش يعرفوا الحاجات دي خالص. انت لما تيجي توصل للدقائق الصغيرة اللي هي الإلكترون والبروتون نيوترون البوزيترون المش عارف الميزون والبايميزون والهيبرون والكوارك والحاجات دي، الفتافيت الصغيرة قوي دي ما تقدرش تعرفها، ما فيش حاجة تعرفها إلا نظرية ماكس بلانك اللي هي نظرية المقدار، ودي قالت لك الأجسام الصغيرة اللي بيسموها الجسيمات دي طبيعتها مزدوجة، فهي موجة وهي جسيم في نفس الوقت. طبعا دي حاجات أسطورية جدا، يعني إن المادة في الآخر اتفكت، فضلت تتفك تتفك
احنا لقيناها ان هي خلة وجواه خلة وجوه الخلة خلة وهو وجوه الهو هو والاخر خالص رسينا على ان المادة دي عبارة عن تموجات وانها حزم من الامواج. طب ايه ده؟ دي الحكاية صفصفت على ما فيش. المادة صفصفت على طاقة، المادة في الآخر صفصفت على حزم من الطاقة. يعني خلاص مفيش الحكاية اللي احنا مصورينها، المادة اللي تمسكها في ايدك دي وتوزنها ومش عارف ايه، لا دي طلعت مفيش فيها، طلعت طاقة، طلعت امواج، طلعت حزم من الامواج. تعرفوا دي حاجة زي ايه؟ زي ام في جواه عفريت وعليه ختم وطلسم. اذا عرفت الختم والطلسم وقريت عليه تقدر تطلع العفريت اللي جواه. اهي دي الذره، اتضح انها بالشكل ده. الذره عباره عن ام محبوس فيه عفريت اللي بنسميه الطاقه الهائله اللي جواه ده، وعليها ختم وطلسم. لما اينشتاين قدر يعرف المعادله والختم والطلسم ويفك الفرح طالع من الام العفريت العجيب ده اللي اسمه الطاقه الذريه. انما نرجع نسال بعض، طب وايه بقى الحكايه يعني الله، طب اذا كانت الماده في الاخر ولا الذره في الاخر بقت طاقه، وطاقه محبوسه مش عارف متحزمه في امواج، وامواج متلضمه في امواج، الله طب مين اللي حزم الامواج دي، ومين اللي حبس العفريت ده جوه الام وحطه بالشكل ده؟ مش بس كده، ورجع عرفنا الطلسم وعلمنا الختم عشان نفتحه وفتحناه. دي حكايه بقى، دي حكاية عاوز حد يعمل العملية دي، لأن دي احنا قلنا طاقة محبوسة بطريقة معينة ومتحولة الأمواج ومتحزمة ومتلضمة ومش عارف ايه، الله دي حاجة بقى مش ممكن تكون صدفة بقى، يعني مش ممكن تكون صدفة، دي حاجة وراها مؤلف كبير، حاجة وراها خالق عظيم، هو اللي خلق وهو اللي عمل وحبس الأم ده جوه الخرافة اللي اسمها الذرة، وبعدين سلمنا المفتاح، علمنا العلم وسلمنا المفتاح. تعالوا نشوف الحكاية الغريبة بتاع عفاريت القناقم وحقيقة الذرة، وإيه إزاي وصلوا العلماء للمسائل دي. ده طيار من الرمل عبارة عن جزيئات زي ما احنا شايفين، أو فتفيت رمل. ده طيار من المية، يا ترى المية برضو مؤلفة من جزيئات احنا مش شايفين، تهيأ لنا انها ماده كده مستمره. هنشوف نقارن الاثنين. طيار الرمل بيتكون في كوم، انما طيار الميه بينبسط ويندلق. هنشوف كده المنظرين، نلاقي فعلا كل واحد بيتصرف بطريقه مختلفه في الظاهر. طيار الرمل بيتكون بينما طيار المية بينزل وينبسط ويتفلطح، تصرف مختلف. إنما الحقيقة أن التصرف المختلف ده اختلاف في الظاهر أبدا، ده الاثنين زي بعض، بدليل أن احنا لو عملنا تعجيل وتهييج لذرات الرمل هنعمل التجربة العجيبة دي. هنشوف الرمل بيتكون ليه، هنكتشف السبب لما نيجي نهيج ذرات الرمل ونعمل تحتها موتور يعمل حركة. شوفوا الذبذبة دي، هنعمل ذبذبة تحت كوم الرمل، شوفوا هيحصل ايه، هينبسط تمام زي المية، واللي حصل للمية حصل للرمل. يبقى اذا المسألة سرها الحركة، لما اتحركت الجزيئات انبسطت وفلطحت واتفرشت. يبقى المسألة بقى ان هي المية برضو معمولة من جزيئات والرمل من جزيئات، لكن هي السبب في تفلطح المية ان جزيئات المية سريعة، حركة الجزيئات هي اللي عملت الفرق، بدليل لما حركنا جزيئات الرمل حصل نفس الذي برضو. شوف هنا كرة الحديد بتغطس وكرة البينج بونج بتعوم في المية، هنشوف كرة البينج بونج بتعوم والحديد بيغطس. لو عملنا ده في الرمل هنلاقيهم الاثنين يعوموا. هنعمل تجربة على الرمل وهنشوف، هنلاقي في الواقع
ما فيش حاجة تغير وضعها، الحديد عايم فوق اهو والبينج بونج راقد تحت عكس المية. انما شوفوا بقى لما نعمل تحريك لذرات الرمل هيحصل ايه. هتبص تلاقي الحديد يغطس والبينج بونج يعوم، نفس اللي حصل في المية، نفس اللي حصل في المية، الحديدة هتغطس جوه الرمل وكرة البونج بونج هتعوم. دي معناها ايه؟ معناها ان السر هو الحركة. اللي خلى المية تتصرف هذا التصرف ان حركة جزيئاتها اسرع فادتنا كل الاختلافات. انما المية حكمها حكم الرمل، حكم اي مادة، كله بتتألف من جزيئات زي ما احنا شايفين في حالة حركة. الفرق هي السرعة. اذا كانت السرعة بطيئة يبقى مادة صلبة، سرعة سريعة يبقى سائل، اسرع واسرع يبقى غازات. الغازات غازية بسبب سرعة الجزيئات اللي فيه، سرعتها سرعة هائلة. هنثبت الحكاية دي بتجربة ظريفة. هناخد مسحة من حبوب اللقاح، والمسحة دي نزرها على المية، وبعد كده نشوف بالميكروسكوب بإضاءة خاصة، فهنلاقي منظر عجيب قوي. نلاقي حبيبات اللقاح عمالة تتذبذب كما لو كان فيها جزيئات غير منظورة بتزقها. شوفوا، هنستنى هنشوف المنظر ده، شوفوا الحركة، بنكبر احنا بنكبر ده. شوفوا الحركة شوفوا الحركة بتاع حبوب اللقاح، شوفوا اكن في حاجات بتزقها. دي حركة ذاتية بتحصل في الحبيبات اللقاح في المية. ايه السبب؟ يبقى لازم في حاجات غير منظورة عمالة تزق اللي هي بنسميها الجزيئات، جزيئات المية اللي هي في حالة حركة. شوفوا لما تبقى الجزيئات تبقى في حالة حركة، تكون النتيجة ان كرة البونج بونج عمالة تخبط كده باستمرار، في حاجة بتزقها من هنا وحاجة بتزقها من هنا وحاجة بتزقها من هنا. فلان احنا مش شايفين الجزيئات اللي بتزق، فاحنا شايفين بس الكرات البينج بونج عمالة تلعب. انما السبب ايه؟ ان هي في جزيئات غير منظورة بتتحرك حركة سريعة وعمالة تزق كل الكرات البينج بونج دي. دي برضو اثبات على ان المية مؤلفة من جزيئات والجزيئات في حالة حركة. والمنظر اللي شفناه في الميكروسكوب هو نفس المنظر ده. شوفوا حبيبات اللقاح في المية عمالة تعمل ايه؟ في شيء بيزقها يمين وشمال. يبقى المية مؤلفة من جزيئات في حالة حركة. احنا قلنا لما تبقى الحركة سريعة يبقى المادة سائلة، بطيئة تبقى المادة صلبة، سريعة قوي تبقى المادة غازية. هنجرب على الغازات. شوف الدخان ده، الدخان ده هنشوفه بالميكروسكوب ونشوف نقط الهباب الصغيرة. شوف حبسنا الدخان ده في ايه جوه هنا، وهنشوفه بالميكروسكوب. شوفه بيتحرك ازاي، ذرات الدخان عمالة تتحرك. نفس الفكرة، جزيئات غير منظورة بتاع الغاز عمالة تزقها يمين وشمال ويمين. وتلاحظوا هنا الحركة أسرع، الحركة أسرع لأن الغازات حركة جزيئاتها أسرع، وهي غازات لأن جزيئاتها سريعة. المسألة دايما مسألة السرعة هي اللي شوفوا هنا على اليمين سرعة الجزيئات في السائل، وعلى الشمال سرعة الجزيئات في الهواء. فمعناها ان في الغازات اسرع، جزيئات اسرع، ولانها اسرع اتفركشت وعملت غاز على طول. دي شويه اتير، سائل الاتير هنكب عليه ميه سخنه فهيتحول لغاز الاتير. شوفوا لما تحول لغاز الحجم بقى 20 ضعف، والكيس اتملى غاز اتير. ده دليل ان السائل لما يتحول لغاز يتضاعف حجمه. طب ويتضاعف حجمه ليه؟ بيتضاعف حجمه لتسارع الجزيئات. لما الجزيئات تسارعت يبقى خدت حيز اكبر وتفركشت وابتعدت عن بعضها فعملت حيز اكبر، اللي هو بيسموه هنا سرعة الانتشار. هنوريكم برضو تجربة لطيفة قوي عن سرعة الانتشار في الغازات وسرعة الانتشار في السوائل. هتفسر لنا الحكاية اللي حصلت دي، ليه بتتمدد السوائل لما تتحول لغازات؟ بسبب سرعة الانتشار وسرعة الحركة في الجزيئات الغازية.
نجيب غاز نلونه بلون وردي. هنا تجربة ثانية ظريفة قوي يوريكم ان كل ما تزيد الحركة يزيد الحيز. شوفوا لما زادت حركة الجزيئات الحيز كبر ازاي. دي الحركة جوه السائل، لما يبقى غاز على طول يفسح عن بعضه وينتشر ويفركش ويعمل. شوفوا اهو ده الغاز اللي فات كان سائل الاتير، ده غاز الاتير. غاز الاتير نتيجة سرعة الحركة تفركشت الجزيئات فابتعدت عن بعضها فعملت المنظر ده. هنوريكم حكاية سرعة الانتشار دي برضو بتجربة. الغاز الوردي ده نفصل السلوفان اللي بينه وبين الغاز الشفاف، فنشوفوا بقى اللون الوردي طالع ازاي. شوف الانتشار اهو، دي كل دي غازات عمالة تطلع. عملنا تجربة على السائل اللي جنبه، سرعة الانتشار اقل بكتير لان حركة جزيئات في السوائل بطيئة، انما في الغازات سريعة. شوف كل المخبار تحول الى لون وردي نتيجة انتشار الغاز السريع، والانتشار سبب سرعة جزيئات الغازات، بينما في السوائل تاخد وقت طويل لان سرعة الجزيئات اقل. احنا ما بنشوفش الجزيئات، ما مهما كبرنا الميكروسكوبات، والميكروسكوب العادي ما يشوفش، بيكبر 2000 مرة، الميكروسكوب الالكتروني بيكبر 200,000 مرة فبيشوف بلورات. البلورات اللي احنا شايفينها دي هي عبارة عن معمار من ألوف وملايين الجزيئات، يعني تجمعات تتجمع الجزيئات في أشكال هندسية، هي اللي احنا شايفينها دي اللي بيسموها كريستالز أو البلورات، دي اللي بنشوفها بالميكروسكوب الالكتروني. اخيرا قعدوا كتير لغايه ما اكتشفوا واخترعوا ميكروسكوب غريب اسمه فيلد اي مايكروسكوب او الميكروسكوب الايوني، بيكبر 5 مليون مره، ولاول مره شافوا الجزيئات على سن ابره. هيشوفوا الجزيئات اللي على سن ابره، بيكبر قلنا ايه 5 مليون مره، فحنشوف لأول مرة. انتوا هتشوفوا منظر لطيف وطريف يمكن ما حدش شافه منكم أبدا، وهو تشوف الجزيئات تشوفوها رأي العين. هم بيسلطوا الفيلد آي الميكروسكوب دلوقتي على سن الإبرة، فاللي هتشوفوه سن الإبرة، اللي هتشوفوه دلوقتي سن الإبرة متكبر كام 5 مليون مرة. شوفوا بقى اهم دول الجزيئات، شوفوا متصففين ازاي. اول مره شوهدت الجزيئات عن طريق الفيلد ايون ميكروسكوب اللي بيكبر 5 مليون مره. وكل نوع من الجزيئات لها تصفيفه مخصوصه ولها نمط مخصوص. شوفوا كل عنصر وكل ماده لها طريقه في صف الجزيئات بتاعتها. كل ده بيوريك مناظر مختلفة لمواد مختلفة، كل مادة لها طريقة صف مختلفة في الجزيئات. كويس، شفنا الجزيئات، لكن احنا قلنا ده الجزيئات دي ممكن تتفك هي كمان، وهي مؤلفة من ذرات. اهي الذرات دي بقى اللي محدش شافها ابدا ابدا، دي محدش شافها خالص، دي كلها دي علوم بقى، يعني نظريات بيقولوا عن طريق التجارب ان الذرة مؤلفة من شحنتين، شحنة سلبة وموجبة، الموجب هو البروتون والسلبي السالب هو السالب هو الالكترون، وكل ذرة عبارة عن نواة في الوسط وحواليها زي ما حكينا الالكترونات بتتحرك حواليها زي ما احنا شايفين. ده كانت الفكرة القديمة زمان انها زي حكاية الشمس وكواكبها، في الوسط النواة اتنين نيوترون وواحد بروتون، وعلى الأطراف اتنين إلكترون بيتحركوا. الكلام ده طلع مش مظبوط، وهتشوفوا ايه اللي بيحصل بقى جوه الذرة. احنا قلنا ان اللي بيمسك الذرة ويمسك كيانها هو اختلاف الشحن، الإلكترونات سلبية والنواة موجبة فمسكين بعض بقوة الجذب الكهربائي.
فهي القوة القابضة اللي عاملة هيكل الذرة هي اللي بيسموها الالكترومغنيتك باور أو قوة الكهرباء المغناطيسية اللي جوه الذرة نفسها. الفكرة القديمة بتاعت شمس في الوسط وحواليها كواكب دي زي ما قلنا طلعت فكرة ساذجة، لأن الإلكترون اتضح إن هو بيتحرك بسرعة جهنمية لدرجة إنك أنت ممكن تفترض وجوده في أكتر من مكان. فكل اللي نقدر نعرفه دلوقتي عن الإلكترون إن هو احتمالات، يقول لك هو سحابة من الاحتمالات. هنشوف دلوقتي الشكل اللي بيتصوروه للإلكترون. احنا قلنا 1800 إلكترون بتساوي في الوزن بروتون واحد، وإن هو واحد على 1000 من كتلة ذرة الهيدروجين، 99.9% نواة واحد في 1000 إلكترون، أو كتلته صغيرة أوي. أصغر ذرة نعرفها ذرة الهيدروجين لأنها بروتون واحد وإلكترون واحد. شوفوا بقى النظرية الجديدة بتاع حركة الإلكترون دي أفكار زمان، إنما دلوقتي بيقولوا إن الإلكترون من السرعة بحيث إن ممكن تتصوره في أكتر من مكان. فكل اللي نعرفه عن الإلكترون إنه هو سحابة من الاحتمالات. قعدوا العلماء يحسبوا عشان يتصوروا الإلكترون وحركته، كلها عمليات معادلات ورياضيات عالية كلها. قالوا لك النظرية القديمة دي غلط، مفيش حاجة اسمها الأفلاك اللي حوالين الإلكترون من السرعة بحيث إن هو ممكن تخيله في أكتر من مكان. فإحنا لما نيجي نرسمه نرسم سحابة. شوفوا السحابة دي، أهي السحابة دي وضع أحد أوضاع الإلكترون في حركته حوالين الذرة، عامل سحابة حوالين النواة من جوه بحيث إن هو كل النقط دي هي أماكن وجوده، ومن السرعة بحيث أنه يمكن تتصوره في أكثر من مكان. فهو مغلف الذرة كلها في الوضع ده بسحابة كاملة، وفي النص النواة. شوفوا بقى إلكترون واحد ومن السرعة بحيث أنه هو بيتواجد في كل الأمكنة دي في أوقات متقاربة جدا، فبيألف سحابة اللي بيسموها probability cloud. ده أحدث نظرية عن حركة الإلكترون. السحابة دي تختلف من حالة لحالة، لأن الذرة ممكن تاخد شحنة أو ممكن تدي شحنة، فيختلف توازنها وبالتالي تختلف أفلاك ومواضع الإلكترون. هنشوف لما الذرة دي مثلا هتاخد شحنة هيجرى لها إيه. هي الشحنة جاية هي عبارة عن طاقة ضوئية. شوفوا الإلكترون بقى سحبتين، تغيرت الأفلاك بتاعته، غير أفلاكه نتيجة اختلاف التوازن، فبقى خد مستويات حركة مختلفة، فبقى حركته بالشكل ده عبارة عن سحبتين وفي الوسط البروتون. دول ممكن برضو تيجي شحنة تانية، ممكن الذرة دي تمتص شحنة تانية، فتبص تلاقي على طول الإلكترون نتيجة امتصاص الشحنة يختلف توازن الطاقة اللي جوه الذرة، ف يتغير أوضاع الإلكترون وأفلاكه، فتترسم تتغير السحابات كلها. هنشوف الحكاية دي. التجارب دي عملوها على ذرة الهيدروجين، واللي بنشوفه دلوقتي نتيجة إن ذرة الهيدروجين خدت شحنة. شوفوا هتمتص شحنة تانية، شوفوا هيجرى إيه. شوفوا الإلكترون عمل شكل تاني خالص، هو الأربع سحابات دي، وفي النص البروتون. يعني ايه سحابة احتمال او probability cloud؟ دي حاجات كلها رياضيات عالية، يعني مش بقول لك هي نفسها غريبة، ان هم متصورين ان من الإلكترون هو من السرعة، بحيث ان ممكن افتراض تصور
ان هو في اكتر من مكان في وقت واحد. وعشان كده شوفوا كل النقط دي هي اوضاع الالكترون. شوفوا بقى تصوروا حركته شكلها ايه، دي باليه دي ولا ايه، رقصه دي ايه. تصوروا كمان بقى ذره كبيره زي اليورانيوم فيها مش عارف 92 الكترون، دي ذره هيدروجين فيها الكترون واحد، فعمل الحركات الرقصات الباليه الغريبه دي. امال في ذره مثلا يورانيوم فيها 92 الكترون، شوف 92 الكترون دي فرقه باليه بقى، ده هيبقى منظر بقى مش ممكن تصوره ولا رسمه. دي آخر صيحة وآخر نظرية في حركة الإلكترون حوالين الذرة، إنه بيعمل سحابة، ممكن يغلف الذرة وممكن السحابة دي تغير شكلها من وقت لآخر حسب الذرة خدت أو أعطت شحن من الطاقة. شيء عجيب، كل النقط دي اوضاع الكترون واحد، كل دي الكترون واحد، لكن من سرعه حركته بيديك الافهات الغريبه دي ان هو موجود في كل الامكنه دي. كل النقط دي هي مواضعه، وكل النقط دي هي الاماكن حركته، هو الكترون واحد اللي عمل ده كله. طبعا ده حاجه عفاريتي بقى خالص، يعني ده الكترون عفاريتي بقى اللي يقعد يتنطط بالشكل ده. احنا قلنا طبعا ان الحكايه مش حكايه الكترون وبروتون، ده هم رجعوا نسفوا نواه الذره فاكتشفوا كمان ان نواه الذره ممكن تتفك الى بروتون ونيوترون ومش عارف الكيانات الماديه اللي اسميها عجب دي اللي حكينا عنها. التجارب على الذرة ومكوناتها وتركيبها دي حاجة قديمة، دي بقالها كام؟ بقالها 60 سنة. فكرة الذرة دي فكرة قديمة من 4000 سنة عند رهبان الجوزية، أول ناس قالوا بالحاجات دي كانوا رهبان الجوزية. أهو ده المفاعل بقى، شوف المفاعل الذري قد إيه اللي بتقروا عنه في الجرايد، عبارة عن مش عارف كم فدان، ودي أنايا اللي حكينا عنها، أنايا طولها عدة كيلومترات، والأنايا دي مرروا فيها حزمة إلكترونات وابتدوا يعجلوا فيها بمطارخ مغناطيسية، أكن دلوقتي حزمة الإلكترونات عمالة تلف في الأكسلريتور أو المعجل الذري اللي احنا شايفينه ده في الأنايا الطويلة دي، عمالة تلف، وكل ما تيجي في محطة من دول تيجي مطرقة مغناطيسية ضربها، تلف تلف ويضربون وراها زي ما يكون واحد وراها كرباع طخ 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 طخ. طبعا مطارق غير منظوره، شوفوا ازاي بيصوروها، اهي الحزم الالكترونات ماشيه وراها الطرقات المغناطيسيه دي مش شايفينها، حد بيشوف المطرقه المغناطيسيه دي؟ حاجات كلها هو في هو، عمالين يضربوا حاجه مش شايفينها بحاجه مش شايفينها، حاجه خرافيه حكايه المفاعل الذري. يفضلوا يعجلوا فيها يعجلوا فيها لغايه ما توصل لسرعه فظيعه، وبالتالي توصل لعزم هائل، ويروحوا خابطين، شوفوا هيخبطوا بقى لما توصل لاقصى سرعه با، يروحوا خابطين النواه الذره اللي شايفينه دلوقتي. هو الفيبر شيمبر وبيصور حاجات، بتصور بقى الشيء كاميرات وعقل الكتروني وبتاع، عمالين يصوروا اللي بيحصل في الذره. كل الحاجات دي هي اللي بتحصل جوه الذره لما تتخبط النواه، لما تتخبط النواة يحصل نواتج، نواتج الخبطة، نواتج التدمير هي اللي عاملة الطلعة دي، عاملة البخار اللي بيتكثف أو الفقاقيع اللي بتطلع حسب الغرفة اللي بيراقبوا فيها، إذا كان غرفة بابل شيمبر أو فيبر شيمبر. كل اللي انتوا شايفينه دي فتافيت الذرة، وهي بعد التدمير بيعمل يحصل تكثف بخار لو كانت هي غرفة بخار، أو سلسول من الفقاقيع اذا كانت هيدروجين سائل. من شكل الحاجات اللي شفناها دي في المنظر السابق بيعرفوا ان الفتفوته دي من نوع الفلاني، لان بيقدروا يقدروا سرعتها وعزمها وكتلتها، ويعرفوا يقول لك دي ميزون، دي بايا ميزون، دي هيبرون،
دي كلها بتتحسب. يعني الالكتروني يحسب من الخط اللي شوف خطوط اللي شفناها في اللقطه اللي فاتت يحسبه على طول بالحساب، يقول لك الضربه اللي ضربت قلب النواه فجرتها وطلع منها ميزون باي ميزون هيبرون بناء على الحساب اللي بيعملوه في ال شوفوا شوفوا الخطوط دي، شايف الخطوط دي، هي دي كل خط من دول يدل على شيء اتدمر في الذرة وطلع، كل خط من دول يدل على أحد النواتج. الخط يدل من انحرافه وزاويته ومش عارف على السرعة والكتلة والشحنة، فيعرفوا ان ده ميزون ده فياميزون ده هيبرون ده نوترينو ده بالشكل ده. عمليات كلها من الرياضة العالية والتخصصات بقى بتاع علم الذرة، ده علم غريب خرافي يعني حاجة أسطورية. يعني يكفي في المسألة دي انهم عمالين يحسسوا على حاجة مش شايفينها، يضربوها بحاجة مش شايفينها ويستنتجوا منها بالحساب والأرقام حاجات يقينية مؤكدة، وبيبنوا على أساسها مفاعلات ومحركات ذرية ووقود ذري وغواصات ذرية وقنابل ذرية. شوفوا يعني ده علم يقيني، يعني اوعوا تفكروا مثلا انهم لأنهم بيخبطوا حاجة مش شايفينها بحاجة مش شايفينها يبقى تخريف في تخريف، لا ده علم دقيق ويقيني لأنه كله قائم على الحسابات، كله قائم على الحسابات. هنشوف الكوارك ده دلوقتي اللي هي أصغر فتفوتة، هنشوفها تلاقي حاجة عاملة نشوف الكوارك لسه ما ظهرش حاجه زي الحلزونه كده او الخط. حاجه غريبه. ايوه اهو هنا اللي هيبان الكوارك. ايوه هو ده. كل دي حاجات يحسبوها، يقول لك الخط ده بناء على يدل على ان الفتفوته دي كتلتها كذا سرعتها كذا شحنتها كذا، يبقى دي حاجه جديده ما حصلتش في جميع التجارب فده نسميها كذا، دي اصغر وحده من وحدات التكوين في الماده كلها فيسموها كوارك ويبتدوا. فزي ما قلنا ده علم دقيق، يعني ما هواش تخريف، ولو انهم بيشتغلوا في مجال لا هم شايفينه، يعني المجال اللي بيشتغلوا فيه مجال مش شايفينه، ما عاد شاف الذره بالكثير. احنا بالكثير خالص بعد ما عملوا الميكروسكوب الايوني او الفيلد اي مايكروسكوب قدروا يشوفوا الجزيء، انما الذره ما حد شافها، وبالتالي الالكترون ما حد شافه ولا النواه حد شافها، فبيشتغلوا في مجال مش شايفينه. لكن بيحكموا باستمرار ويبنوا معادلاتهم بناء على حسابات وبناء على آثار الشيء. يعني ممكن أنت ما تشوفش حاجة لكن تعرف آثارها، وإحنا بنشوف الكهرباء لكن بنعرف أن لها آثار، تعمل مثلا مجال مغناطيسي أو تنور مصباح أو تعمل تحليل في سائل مثلا، دي كلها بناء على كده بنعرف الكهرباء دي إيه. يعني وربنا عرفوه من آثاره، ما حدش شافه، يعني هي دي نفس الفكرة برضه، ما حدش شاف ربنا لكن احنا بنعرفه من اياته ومن انعمه ومن افعاله ومن صفاته ومن العالم اللي خلقه. فممكن تعرف الشيء من اثاره مع انك ما شفتوش وعمرك ما هتشوفه. فده هو علم الذره كله قائم على كده، انهم يبتدوا يدرسوا ولو انهم مش شايفين لكن بناء على اثار الشيء يقدروا يوصلوا بالمعادله الى طبيعه الشيء ده ايه. علم غريب، لكن الغريبة ان يعني نقرأ في كتب زمان نلاقي واحد زي جلال الدين الرومي من حوالي 1000 سنة. جلال الدين الرومي ده واحد من العارفين المسلمين، مفكر عظيم، نقرأ في كتب نلاقي في المخطوطات بتاعته يقول لك لو فلقت الذرة لوجدت في داخلها نظاما شمسيا. الكلام ده قاله من 1000 سنة.
واحد زي فريد العطار من 900 سنة يقول لك الذرة فيها الشمس، وإن شققت ذرة وإن شققت ذرة تجد فيها عالم، وذرات العالم في عمل لا تعطيل فيه. تلاقي مثلا رهبان البوذية من 4000 سنة في كتبهم القديمة إن المادة تتجزأ إلى أصغر جزء فيها. أصغر جزء فيها قال لك يحتوي على كيانات سموها الدهرمات، بين 8 إلى 12 دهرم. هذه الدهرمات تولد وتفنى وعمرها قصير جدا في داخل الذر. عرفوا الحاجات دي منين؟ من 4000 سنة. ديموكريتس فيلسوف يوناني قديم هو برضو قال بالذرة، قال إن المادة تنقسم لأصغر شيء فيها اللي هي الذرة، والذرة ما تنقسمش. فلاسفة المعتزلة المسلمين قالوا بحكاية اسمها الجوهر الفرد، إن كل شيء ينقسم لغاية ما يوصل لجوهر غير قابل للقسمة سموه الجوهر الفرد. الفارابي وابن الهيثم وابن سينا والكندي قالوا لا، حتى الجوهر الفرد ينقسم. يعني أهدنا يعني حاجات دي من ألوف بقى، اللي من 4000 سنة واللي مش عارف من 900 سنة واللي من 4000 سنة، والفلسفة المعتزلة من كان 1000 سنة وأكتر. عرفوا الحاجات دي منين؟ يعني يبدو أن الإنسان له وسائل مختلفة، ليس فقط التجريب والعقل في يعني معرفة إلهامية. القرآن قال لا يعزب عن ربك مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ذكر كلمة مثقال الذرة. السلف فسروا كلمة الذرة بأنها هي الهبأة أو النملة، أنه كان زمان يطلقوا على النملة ذرة، ويطلقوا على الهبأة المتعلقة في الهواء دي يطلقوا عليها ذرة. طبعا ده الكلام ده صح باعتبار ان القرآن بيخاطب قريش بس، يبقى في السعادي الاستعمال اللغوي كلمة ذرة كوعاء لغوي ما يسعش الا المعنى ده، معنى ان الذرة يعني النملة أو تعني الهبة. لكن القرآن لكل العصور وربنا بيخاطبنا جميعا بيه، فعشان كده أنا بقول إن كل المعاني الجديدة اللي اتسع لها الوعاء بتاع كلمة ذرة لابد إنها تدخل في المعنى المذكور في القرآن مثقال ذرة، لأن ربنا بيخاطب كل العصور فيخاطب الذرة كما هترد على أفهام كل الناس مش بس على فهم الساكن قريش، هيبقى صح طريقة اللي فهموه قريش صح، واللي قالوا بيه السلف صح، لكن كمان اللي احنا بنقوله صح، لأن كل اللي حصل إن وعاء كلمة ذرة كلفظ وكوعاء لغوي اتسع لمعاني جديدة، وربنا كان عارف إن كلمة ذرة هتتسع لمعاني جديدة في الأفاق وفي العصور عصر بعد عصر لغاية ما يبقى معناها زي اللي احنا بنقوله دلوقتي، فربنا كان يعلم. فإذا كلمة مثقال ذرة تحتوي على كل هذه المعاني، فتفسير السلف صادق. وإحنا لما نقول على إن مثقال الذرة الوارد في القرآن هو مثقال الذرة اللي احنا فاهمينه يبقى صح برضه، وفي الواقع يبقى حتى تفسير أدق، لأن يعني إيه النملة ولا هبأ؟ اتضح إن ده النملة مؤلفة من ملايين الذرات، والهبأ من ملايين مش عارف ذرة. فإذا تبقى لما نقول لا يعزب عن ربك مثقال ذرة تبقى فعل يعني أجل وأعظم لما يتفهم منها شيء دقيق خالص، أدق من النملة مليون مليون، وأدق من الهبأ مليون مليون. طولنا عليكم النهاردة في حاجة، يعني حاجة إيه دي ذرة؟ تصوروا ذرة خدت مننا كل الوقت، ذرة حاجة غريبة. شوف ازاي الدنيا عجيبة. على العموم نلتقي على خير ان شاء الله في الحلقة القادمة.